مثال اثنين، يعمل عمر موظف مبيعات لدى شركة لأجهزة إلكترونية. إذا إحنا دائما أولا لابد من قراءة السؤال قراءة متأنية، عند الفواصل بعرف إنه اكتملت الجملة. يلا، يعمل عمر موظفا أو موظف مبيعات لدى شركة للأجهزة الإلكترونية. ما في أي شيء عددي هنا يعطيني إياه. يتقاضى راتب 300 دينار شهريا، هاي بتحط عليها خط، بالإضافة إلى عمولة مقداره 20 دينار عن كل جهاز يبيعه. هون شوي خلينا نفهم، هو بياخذ 300 دينار، راح ياخذ 300 دينار، هاي ثابت شهريا بده ياخذهم، ويضاف إلهن عمولة 20 دينار عن كل جهاز. طب وكم جهاز بيبيع بالشهر؟ هذا اللي انا ما بعرفه. فانا عدد الاجهزه، اذا عدد الاجهزه التي يبيعها شهريا غير معروف، او نحكي بطريقه ثانيه متغير. ما دام هو متغير بنعطيه سين. طب كل جهاز ببيعه باخذ عليه 20 دينار، طب لو باع سين من الاجهزه اذا بده ياخذ 20 سين. اذا هذا راح يمثل المبلغ اللي راح يتقاضاه عمر في اخر الشهر. اذا اكتب المقدار الجذري يعبر عن دخل عمر الشهري، اين كتبناها؟ شوف كيف ترجمت المساله اللفظيه الى مقادير جبريه. بعدين بقول لك كم دينارا يصبح دخل عمر الشهري اذا باع اربعه اجهزه سبعه اجهزه، يعني بده حلين، لما يبيع اربعه اجهزه ولما يبيع سبعه اجهزه. اذا المقدار الجبري اتوقع جاوبنا لماذا يكتب بالصوره 20 سين زائد 300 او 300 زائد 20 سين، ما بيفرق. مرة ثانية، ال 300 هاي الدخل الشهري أو الراتب الشهري اللي دائما مقطوعة له، وهون 20 دينار عن كل جهاز، وسين تمثل ماذا؟ عدد الأجهزة. الآن لو باع أربع أجهزة معناته بدنا نحط مكان سين أربعة، فبصير كأنه 20 في أربعة، 20 في أربعة 80 زائد 300 بيطلع 380. إذا هون راح يطلع 300 زائد 20 في أربعة قديش؟ 80. مش حدا يروح يعمل أول شيء جمع، إحنا بنعرف الأولويات في العمليات الحسابية، الضرب اولا ثم الجمع، اذا نضرب اولا ثم نجمع بيطلع 380. طب اذا كان اما دخله اذا باع سبع اجهزه، الان بدنا نحط مكان سين في المعادله قديش؟ هون بدنا نحط مكان سين قديش؟ بدنا نحط سبعه، اذا راح تكون عباره عن 300 زائد 20 في 7 اللي هي 300 زائد 140 ويساوي 440 دينار. طيب خلينا نشوف، فكر وناقش. اعتمادا على المثال اللي حليناه قبل شوي، اذا اراد عمر ان يتقاضى دخلا قيمته 500 دينار، يعني بده يقبض اخر الشهر 500 دينار، كم جهاز لازم يبيع؟ والله خلينا نفكر فيها كويس. هاي هسه احنا ايش فرضنا؟ فرضنا انه صاد هي الدخل الشهري، خلينا بس نكتب عليها عشان نكون عارفين شو اللي بنسوي. صاد شو احنا عبرنا عنها؟ دخله الشهري. طيب وحطينا انه 300 دينار هذول المقطوعيه اللي بياخذهن زائد 20 سين، وسين شو بتمثل؟ عدد الاجهزه، هاي عدد الاجهزه التي يبيعها شهريا. الان احنا ايش اللي اعطاني اياه هو بالضبط؟ هو اعطاني انه دخله الشهري قديش بده اياه يصير؟ 500، يعني هذا بيصير 500 بيساوي 300 زائد 20 سين. لاحظوا صارت معادلة خطية سهلة جدا، ممكن حلها ببساطة ان نطرح 300 من الطرفين، فايش بيطلع معي هون؟ 200 تساوي 20 سين قسم على 20 الطرفين، بيطلع لنا سين تساوي، هاي راح تصير 1 هون راح تختصر، بيطلع 20 على 2 10. إذا لو باع 10 أجهزة راح يطلع دخله الشهري 500 دينار. كيف ممكن نتحقق إنه شغلنا صح؟ عادي، خذ العشرة عوضها في المعادلة هذه وتأكد إنه الناتج بيطلع معانا إيش؟ بيطلع 500. إذا طلع ب 500 معناته شغلنا صح، إذا ما طلع 500 معناته شغلنا خطأ. طب ممكن تفكروا بطريقة ثانية؟ ممكن يعني تبسطوها أبسط من هيك. يعني انت لاحظ انه 300 انت اصلا راح تاخذهم، راح تاخذهم كويس. اذا انت القصه اللي بدك تاخذها السعيات انه انت كيف بدك تطلع على 200 دينار؟
ال 200 دينار بتساوي 20 في سين، اللي هي عدد الاجهزه في 20 دينار حق الجهاز، يقسم على 20، اذا سين تساوي 10. لاحظ كيف طلعتها بنفس الطريقه.